موضوع النكهة، مواضيع الجودة، كل هذه المواضيع مهمة. نحن نطالب وبدأنا في ذلك حقيقة من بداية الموضوع، من بداية شكاوى المستهلك بدأنا ونطالب شركات التبغ بالإفصاح عن مكونات السجائر، وكذلك على تحمل المسؤولية، وسنتابعهم وقمنا ونقوم بأعمال تحليل للبيانات ولكذلك التحليل في المختبرات، وإذا ثبت أن هناك تغيير من شركات التبغ سيتم محاسبتهم على ذلك. لكن عندك يعني القدرة على أنك توقف قدام شركات التبغ؟ شركات التبغ شركات قوية وفي دول كثيرة تؤثر على القرار وتؤثر على التشريع، هل تستطيع أن تقف أمام هذه القوة الضاربة؟ شوف أخوي عبد الله، الدولة تحمي المستهلك، اليوم الدولة أيضا تحارب الفساد بشتى أشكاله، وأي فساد من شركات أو غيره أو تلاعب في على مواصفات وعلى قرارات الدولة وتلاعب لتعطيلها من قبل الشركات وضرار بالمستهلك سيتم محاسبتهم، ولا يوجد أحد فوق القانون. ما تتمتع شركات التبغ بأي شكل من أشكال الحصانة؟ إطلاقاً ما تتمتع بأي حصانة، وسيتم حاسبتها مثل الشركات الأخرى. هل يوجد حصانة لشركات التبغ؟ إطلاقاً لا يوجد، لا حصانة لشركات التبغ.